أنا هذاك الوقت وهذاك التاريخ يمكن إذا جتني التمرة أكلها أستلذ لها واستطعمها طعما كثير، لكن اليوم تجلس على الذبيح ما تستطعمها. ليش؟ لأنه المال كثير والخير كثير وخير كثير، لكن أنا شخصيا مشيت في الحياة. لذلك من حياتي الاجتماعية وحياتي الفقرية اللي مشت علي، ثم تنقلي من إلى تنقل هذا جعلني أني أنظر إلى المال يكمل أن أكون، وأؤمن أن المال ليس مالي، أؤمن إيمان كان من المال ما هو مالي، المال مال الله. إذا الله سبحانه وتعالى استخلفني عليه ووكلني عليه وجعلني وكالة قوية صارخة كيف أخدم فيه الوطن والمواطنين، وأبحث عن المعوزين والمحتاجين، أوصلهم لأني أذكر ماضي لما كنت أنا محتاج كيف الحاجة. لذلك أبحث عن المحتاج، أوصل إلى اللقمة، وهذا يجب أن يكون مصدر جميل.